خلينا ناخد الاستاذ احمد غتواري رئيس الاتحاد المصري للبادل تنس. يا استاذ احمد بونجور، صباح الفل، مبروك علينا كلنا هذا الانجاز الجميل. لكن قبل ما اخش في الانجاز خليني بس اروح مع حضرتك لنقطه ان البادل من الرياضات فعلا اللي بقت في المجتمع عندنا منتشره بشكل كبير جدا على المستوى الاحترافي والمستوى العادي اللي هو الهواه، ولقت استحسان من كل تقريبا الشعب المصري او الناس يعني المهتمه. فازاي قدرنا في فتره قصيره نوصل كمان لهذا المستوى؟ يعني خلينا نعرف ده من حضرتك، اتفضل. طبعا الفل عليكم جميعا. لا يعني الحمد لله، هو يعني الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلتي احنا بنشوف إن البادل بدأت تنتشر بصورة كبيرة جدا على مستوى الشعب المصري، على مختلف يعني زي ما نقول كده الأندية ومختلف الأماكن، وحتى على مختلف المستويات سواء هواة أو سواء محترف. احنا كاتحاد كان عندنا خطة موضوع إن احنا عايزين إن مصر طبعا بطبيعتها متفوقة في رياضات المضرب، والشعب المصري دايما يجيد رياضات المضرب. فكان عندنا هدف، احنا يمكن الاتحاد بتاعنا اشهر بس السنه دي في شهر 3 اللي فات. كان عندنا خطه موضوع ان احنا عايزين نضع مصر مكانتها الطبيعيه اللي تستحقها ضمن دول العالم في الرياضه دي. قدرنا بمجهودات الحمد لله ان احنا نستضيف تصفيات كاس العالم، ده كان يعني جزء مهم جدا بالنسبه لنا عشان نستخدم عامل الارض والجمهور. والحمد لله المنتخب المصري للشباب قدر ان هو يفوز بالبطوله، مع ان احنا بنلعب مع بلاد بقالها بتمارس اللعبه دي احترافيا اكثر من 7 و8 سنين، ونتاهل كاول فريق افريقي في التاريخ لكاس العالم. استاذ احمد، هي الرياضه دي تقريبا نشئت في المكسيك لو انا معلوماتي صح، بدايه كانت المكسيك وبعد كده انتشرت في اسبانيا والدول دي. مظبوط، صح كده، هي نشات في المكسيك وبعد كده انتشرت جامد جدا في الارجنتين ثم في اسبانيا، وبعد كده في اخر 7 8 سنين بدات تنتشر بصوره قويه جدا برضو في بلاد اوروبيه وامريكا اللاتينيه. تمام. طيب خلينا نروح بقى ان احنا فكره ان احنا نفوز ونتاهل. اولا انا عايزه اتكلم على فكره تنظيمنا لبطولات دوليه مختلفه، وفكره برضو هنا يعني الفوز، يعني انا بنظم بطوله وبفوز فيها وبعمل سياحه رياضيه رائعه جدا، كل ده بيبقى باكج واحده، يعني زي ما اتقال كده سكسسفل باكج، حاجه ناجحه او منظومه ناجحه بكل الاشكال. فهل احنا استاذ احمد كان عندنا اصلا الملاعب مجهزه يعني الامور كلها التنظيميه كانت على افضل مشهد او افضل ما يرام زي ما بيتقال علشان اقدر ان انا استضيف كل ده، وكل ده حصل في وقت قصير برضو؟ خلينا نفهمها. والله الحمد لله، طبعا احنا يعني زي ما حضرتك بتقولي هو الموضوع بيكون يمكن الناس كلها بتتكلم على تنظيم تصفيات كاس العالم على اساس ان هي يعني بطوله عاديه، لا دي بطوله كبيره جدا طبعا. بطوله مهمه جدا لانها بتمثل يعني قارتي كمان، مش بس قاره افريقيا، قاره افريقيا واسيا، متطلبات الاتحاد الدولي صعبه وكثيره. ولكن احنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا فتره قصيره جدا نجهز احسن انفراستراكشر، وان احنا نعمل تنظيم على مستوى عالي جدا، الناس كلها منبهره بالتنظيم. يمكن صحيح صحيح، المباريات كانت مذاعه، انا بيكلمني رؤساء اتحادات من كل حته في العالم امبارح لحد النهارده بيقولوا لي احنا مش مصدقين التنظيم ومش مصدقين الكراود ومش مصدقين الانرجي اللي كانت موجوده. فالحمد لله مش بس قدرنا ان احنا نتاهل للتصفيات، ولكن احنا بنبعت رساله للعالم اجمع ان مصر جاهزه تستضيف اكبر الاحداث الرياضيه طبعا سواء في البادل او سواء في غيره. فاحنا الحمد لله اظن ان مكاسبنا كانت كبيره جدا بالبطوله اللي تمت. هايل، كل التوفيق لكم بجد، وان شاء الله تنورونا هنا، مهم ان انتوا برضو تكونوا معانا في 10 الصبح في الاهلي لنستقى باذن الله مع الاعداد. شكرا ليك استاذ احمد، بيشرفنا ليك. شكرا جدا.